عمليات تقديم الخدمة الطبية داخل المستشفيات النموذجية زي مستشفى العجوزة. أول حاجة إن المريض، إحنا عندنا نوعين من المرضى بيخش المستشفى، مريض من خلال قسم الطوارئ ومريض من خلال العيادات الخارجية. أول استهداف إن المريض يتلقى الخدمة في أسرع وقت، ان طريقة تقديم الخدمة للمريض بتاعنا لازم تكون بكفاءة عالية، زي ما قلنا ان في مهارات تواصل لازم تكون من خلال الفريق الطبي اللي بنسعى ليها لرضا المريض، ومن خلالها يكون امان المريض. المريض جوه المستشفى النموذجي بيمر بمرحلتين، المرحلة الاولى دخوله لقسم الطوارئ، ثم اجراءات الفحوصات الطبية، ثم اجراءات الحجز. بنستهدف ان كل ده يتم في اسرع وقت، طبعا لازم يكون بكفاءة وجودة عالية. داخليا لما المريض يكون محجوز جوه المستشفى، احنا عايزين الخدمات الطبية الداخلية والخدمات المساعدة، بنستهدف برضو ان هي كلها تكون متوفرة داخل مستشفى العجوزة النموذجي. المريض هتلقى كامل الخدمة داخل المستشفى. احنا هنبتدي نشتغل الفترة اللي جاية على التثقيف الصحي والتوعية الصحية للمريض داخل المستشفى النموذجي مستشفى العجوزة. مش مجرد ان هو بياخد خدمة طبية فقط، لا، احنا هنعمل خدمة توعية صحية لمرضنا، للمرضى اللي موجودين داخل المستشفى، لتجنب حدوث اي مضاعفات بعد خروج من المستشفى، لتجنب المرض حدوث المرض. التوعيه الصحيه والتثقيف الصحي لمرضى المستشفى هتبقى على اولوياتنا الفتره اللي جايه. تقديم خدمه طبيه متكامله ذات طابع فندقي برضو من ضمن الاهداف بتاعتنا الفتره اللي جايه، واحنا بنشتغل كله تحت معايير الجوده، مطابقه لمعايير الجوده عشان تكون خدمه طبيه متميزه وذات جوده.